السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في الحلقة الرابعة من سلسلة روقان، ونلعب توتال وور وور هامر 3. وإكت كلو جاي هنا، خلنا نكمل مقدمتي يا ملقوف. أوكي، نكمل أحداث الحلقة اللي راحت. زي ما شفتوا كيف توسعنا شوي، تكفى لا تدمر الجذور هذه. والله خفت، والله العظيم إنه بعص علي المقدمة، وترني. طيب نكمل الأحداث دون ما أشرح لكم إياها، المفروض إنك شفتها. الحلقة اللي فاتت جالسين نرحب بالعداوات عن طريق تكتيك جديد اكتشفناه، انه نقدر نحارب دول بدون ما نشوفهم، عن طريق ان نشوف ناس يحاربون ناس. فهمتوا الفكرة؟ يعني زي مثلا عندنا الدولة ذي جالسين يحاربون الكروكيد مون اللي هو سكارسينك، ويحاربون هذولا، ويحاربون فلاد فون كارستيان. جالس يحارب الامبراطورية ولا لا؟ ما نبدأ أخذ ضده عشان لا أصعد عليه، فخلنا نحارب هذولا ونطلب فلوس منه، ما نبغى علاقات، توكل على الله. طيب نرفع الحروب، يعني حنا سلسلتنا هذه بعنوان رحب بالعداوات، فخلنا نشوف الدول اللي جالسة تحارب دول أنا ما أشوفها. ماي لايف، لا نبغى نشوف حلفاء زي هذولا مثلا. هل تحاربون احد انا ما اشوفه؟ بس يحاربون الشجره. صديقتي هو مو صديقتي، يعتبر شخصيه كريهه، هذا اللي سحاربه ضربنا. طيب تقريبا رحبنا باغلب العدوات، امورنا زينه الى الان. طيب نشوف جيوشنا كيف صارت رواتبها. مثلا الجيوش هذه اللي ابو كلبيه، حلو قلت. طيب هل نقدر نطول بلاكور؟ احنا بنقدر نطارد بلاكور، يعني ما عندنا اي شغلة ثانية، ما لكم شغلة، أي شغلة ثانية إنكم تطاردون بلاكر. ردينا الأراضي، الجذور اللي هنا اللي فوق كلها، فأمورنا زينة. الجذور جالسة تزيد، موجب أربعة بس، باقي اللي هي ميدل لاين خلاص، فأمورنا زينة. نطور اللي هو الحصن اللي هنا، علاقتنا مع الإمبراطورية ستزيد، نبي نوصله آخر شيء هنا. ممتاز، حلوين. الريتشوال، هل أقدر أسوي ريتشوال هنا؟ The magical fort required further healing before ritual become. طيب الريتشوال راح اتوقع يعطيني المبنى ذا كونستراكت، يقول لك تقدر تبني هذا. اوكي فهمت فكرة هذه. فالريتشوال راح يسمح لي اني ابني المبنى هذا. المبنى هذا وش راح يسوي؟ enable awakened forest attrition enemy armies in region، راح يجيهم attrition. راح يعطيني مورد خشب والميديكال بلانت، 30% دخل من التجارة. الواي ستالكر راح ينزلون على ليفل 3 ويعطيني جاريسونز، فممتاز جدا ممتاز. كأنه يعطيني وحدات برضو، يسمح لي أجند وحدات اللي هم هذولا النخبة. توقع. طيب ما علينا، حلو، ما هي بمهمة كثر ما مهمة. هنا الشجرة وش تعطينا؟ راح تعطينا والله ما ادري بالضبط، طيب هذا المبنى راح نقدر نوصل او لا عشان افتح الليفل هذا. انا واصل هنا عشان افتح الليفل ذا وابني اللي هي اوك اوف ايج، اسوي الريتشوال، فاحتاج الكثير من هذه. بس المشكله يا اخي دورثو ماسك جذورين، ف وعشان اضبط علاقتي مع دورثو ما يبغى يسوي اي شيء معي، ما يبي علاقات، ما يبي ابدا علاقات معي. ف جالس يحارب هو البوردر برنس، ودي اشوف هم اصدقاء من واعداء من، فهمتوا؟ لا اصدقاء الامبراطوريه، فما نبي نصعد. طيب اوراين حاليا فاضي، وين نرسل اوراين؟ نرسله جنوب يحد من توسع اكت، ويمكن يمسح اكت برضو على الطريق، افضل صح ولا لا؟ ونرسله للشمال ويمين. وين تروح يا اوراين؟ وين تروح يا اوراين؟ انزل جنوب، حد من الخطر اللي موجود تحت في الجنوب، وبعدها نشوف وين نوديك. عادي لو نرسله مثلا حتى لو شجره بعيده، لان تقريبا الشجره هذه امورها زينه ان شاء الله. الامبراطوريه بداوا يحطون كارفران شخصيا جالس يحمي الشمال عندنا، فساعدتهم مره كثير، بس لو يخلص على بوريس الله كله من الشاكرين مره. طيب المدينه هذه في حلقنا، تعال يا صاحبي اعطيك المدينه ذي، وعطني
مو الفرونت. هل توافق؟ مرة ما راح يوافق. طيب بالطقاق، وينك يا بريتونيا؟ أنا خليك تتفاهم مع بريتونيا. امسك المدينة ذي لك، لا تعطيني فلوس، خليك زي ما أنت قوي. أغري أغري فرنسي. طيب كذا أمورنا زينة يا أخي. وارهامر قسما بالله إنها لعبة جبارة والله. أوه دخل 10,000، وش فيه فقعد دخل فجأة؟ عشان الحروب اللي دخلتها. يب وارهامر لعبة حلوة، لكن صدق مو أسوق للسلسلة، لكن تلعب بروقان، تلعب بروقان، تلعب تستمتع فيها. فالتصوير المعتاد في القنوات، اني احاول اني اقصر المقطع قدر المستطاع، واحاول اني املي مقطع متعة يعني، بس اللقطات الحلوة المعارك وذي والاشياء المهمة راح ذي يخرب وجهة نظر الناس في اللعبة. فانا اكتشفت ان التصوير المستمر ولعب زي ما انت يا حمد، هذا يمكن يخلي الناس يفهمون وش تتل وور هامر. انا عن نفسي الصدق الصدق دائما اذا لعبت وانا اسولف مع العيال، ولا اذا لعبت كذا ها بلعب يسوي شيء، ترى دائما ازهق والله العظيم ما اكذب عليكم، دائما اطفش. لكن لما العب وانا رايق كذا مشغل فجأة الثاني الدحيح ولا نايف حمدان، واقعد اتسمع له ولا اي مقطع على اليسار واحد كذا بودكاست ولا شيء، هنا ابدا استانس اروق مره. بلكر قسما بالله انه بزر. بلكر انت بزر، في احد قال لك الكلام ذا ولا لا؟ مرة بيقعد شغل توم وجيري مطاردة. طيب انت معك 2 واي ويتشر، فتحنا لك الفرقة ذي النخبة ولا لا؟ يهو يهو. اوه ليش بلاش؟ ولا لازم بعد ما افتحهم يصيرون بلاش؟ طيب فلوسنا 16,000، نبني حق السحرة ذا، لا نبغى نشوف المباني المهمة. مثلا نبنينا مبنى المورد هذا هنا، نبنينا المبنى هذا اللي بيعطينا ارمور ويرخص لنا البناء 500. شكل في واحدة من الحلقات كذا بخليها الكوست، حلقة الكوست باتلز، ونخلص الكوست باتلز كلها اللي عندنا في اللعبة. طيب وراين انطلق. الاشجار كيف متوزعة في الخريطة؟ في شيء في زر الاشجار وين؟ اي هذا جذور العالم، هذه الاشجار. الشجرة هذه هي اللي شايل همها والله، حتى ذي الشجرة ذي برضو. طيب الشجرة هذه لان اذا بروح هناك لازم احارب اللي ماني بقايل، هذه ماني بقايل اسمها، هو اسمها هي الكوين حقت الهاي الف، بس انا عندي اسم ثاني لها كذا على شخصيتها لانها عاهرة باختصار. انا اشوفها عاهرة، لو تشوفون قصتها وايش سوت وايش ما سوت، هم ما هم جايبين لك انها عاهرة، عرفت؟ جايبين لك انها النقاوة ومن النقاوة والملكة، لكن انا اشوفها عاهرة ما خلت احد الا وركبها وتمحن على الكل مرة. يعني زي مثلا ملكة شخصيا هي يعني متزوجة ملك الهاي الف، اتوقع اني قلت لكم القصة، هي متزوجة ملك الهاي الف، حلوين يعني زوجة، متزوجة ملك الهاي الف، اتوقع اسمه فوربار، يعني ممكن تصدمون اما الهاي الف لهم ملك، ما هو تيريان؟ لا ما هو تيريان، تيريان مو ملك. فالفينيكس كينجز هي متزوجته، فهي الفينيكس كوين المفروض تعتبر. انهى التجاره اللي بينه وبينه بكيفه، ولكنها تنام تسوي علاقه مع تيريان وحبيبها تيريان، وجايبه من تيريان بنت. حلو، فهمتوا الفكرة كيف نظامها الغبي؟ في نفس الوقت ملكث قد أرسل عليها ديمون سلانش، ديمون من سلانش، والديمون ذا كانت مهمته من ملكث إنه يغتصبها، ولكن ما أتوقع صار الاغتصاب، ما صار يعني، بس هي عارفة. ويوم جاء ملكث وأحداث ملكث المعروفة ووحد الألف وصاروا تحته وصار هو الملك وهو الفينيكس كينجز، راح تزوجته. أنتم متخيلين؟ سحبت على زوجها الأصلي وسحبت على حبيبها اللي هو تيريان، وجايبة منه بنت، وتيريان ما كان موجود وقتها في إلثوان. وين كان تيريان؟ كان رايح يدور بنته اللي من اللي أخذها
اخذوها والله ناسي، ما بدي اخب يعني الخبطكم او اعطيكم معلومات غلط، لكن اخذوها شخصيات معروفة، وتيريان رايح وخطفوها ويبغون يضحون فيها عشان يرجعون نقاش. واتوقع ان هذا ساعد او انه خلاهم او انه، المهم انه ما كان عنده مشكلة انها يضحون ببنته اللي هو تكلس اللي هو اخوه. فرجع تيريان لقى ملكه، لقى ملكه غير متوج، ولقى حبيبته متزوجة من عدوه اللدود ملكه، وملكه مو موجود، وملكه هو اللي صار الملك، وبنته ضحوا فيها، واخوه كان مشارك في الموضوع. فلما تيريان ياخذ سورد اوف كين وينجن جنونه ويقلب ويذبح الناس كلهم واغلب الشخصيات الطيبه ويذبح اوراين، ذبح اوراين، ترى اللي ذبح اوراين تيريان، اوراين ترى مره قوي، يعتبر نصف اله زي ما اقول لكم، شخصيه مره قويه، ويقلب على الكل على الكل على الكل قلب تيريان، انجن انجن حرفيا تيريان. كان يعني شايفين الان تايمز، الان تايمز كان اوه ضد الكيوس والاوردر تايد وكل شيء، في ان تايم خاص كذا بالالف الا وهو جنون تيريان، لان اخذ سورد اوف كين وانجن، سورد اوف كين سيطر عليه، روح كين تجددت تجسدت فيه، وكين يعتبر اله الحرب الخاص بالالف. وعلى طاري ذي عنوها بنت الكلب هذه، هي والله وجهها قبيح قسما بالله كريهه. لا وتراها تدرون وشو من اوسم شخصيات وارهامر، ريلير كريهه ما طيقها. ف ملكه اللي حاول اللي ارسل شيطان يغتصبها راحت تزوجتها، ليه؟ عشان صار ملك ممحونه حكم. فهمتوا الفكره؟ فهمتوا فكره شخصيه ريلير كيف؟ ما ادري يمكنها يعني هذه من متعه الروايات ومتعه وارهامر الخاصه. يعني انت عندك، انا عندي وجهه نظر عن شخصيه، انت عندك وجهه نظر عن شخصيه. فبلكر ما ينفع معاه انك تسوي له في امبوش ومسكناه في امبوش، والقم يا ابن الكلب مره ثانيه ما تطب على اراضينا تسمع. حلو حلو. هذه قصه الكوين اريليال. ف اوكي اعطيتكم كذا قصه بسيطه، انا كذا احب اقول القصص، ما احب اقول مونتاج، وقد ذهب هذا الى مدري وين وهذا مدري وين. طيب رجع فيهم بليك، من وين جاهم بليك؟ طيب مسحنا بلاكر، حلوين اخذت بفاته، ممتاز هزمنا بلاكر، ممتاز ممتاز. طيب الوايلد هانت وقفنا، حلوين. اوراين وين راح جيش اكت؟ هنا المدن هذه تبع اكت، فنبغى نمشي تكتيك من هنا بالترتيب. هذول بدأوا يهجمون على اكت، فنبغى نجي نعاونهم، ممكن يحبنا ذا الزفت، مع اني ودي اخذ المدن هذه واعطيها بلقر غصب يصير يحبنا، لاني ودي حليف يمسك الجبال الجنوب، لان جنوبي اغلب الجبال، واساعده يمسك الجبال هذه كلها واراضي الباد لاندز كامله، فابغى لي حليف راعي جبال. هنا فكرتي انا. طيب يا ولد المبنى ذا كم يبيل عشان ينبني؟ طول مره طول. طيب هذا وصلنا للماكس، الجذور هنا جالس تمشي، باقي لنا تكة ونوصل 200. لا دخلنا هنا حلو، فالجروث الحين عندنا 20، فيفقع الجروث مرة المفروض. فورست هيلث سالب بيرتين ذس فيزيكال ميرت ناتشرال ديكلاين، كأنه يقل الجاثوجيني ما فهمت. فورست هيلث جالس يقل الهيلث ليه؟ فورست هيلث سالب 4 بيرتين ان ذس ماجيكال فورست فروم ناتشرال ديكلاين. ناتشرال ديكلاين، اني اذا رفضت دافع، فهمت الفكره؟ ادافع عن الهجمات اللي تجي. طيب وهذا شجره ماشيه طايره حلو، ما يحتاج لها هذه 100 بس، فامورها سهلات تقريبا. حدينا من الخطر اللي كان يواجه كارل فرانز، فكارل فرانز الان يعتبر في مأمن، فنبغى ننتقل الى جهه ثانيه بالشجرة الجيشين هذه، فممكن نروح لدرايكا نحارب درايكا، درايكا او درايتشا او اللي هي دريشا تكره الالف، هي مواليه جدا قويه للتريكن اللي هم الاشجار،
لكن تكره الالف، تكرههم كره، فاغلب جيشها ترى وحوش وحيوانات ومن الطبيعه وزي كذا، وتحارب في نفس الوقت الامبراطوريه، فممكن احاربها. هل عندي شيء اني اقدر اسوي لها كونفدريت؟ ما ودي اسوي لها كونفدريت الصراحه، لانها هي ضدنا، فافضل اني ما اسوي لها كونفدريت، يعني يكون امتع للعبه صراحه حتى ما تكون ضدك. طيب كذا حلوين حلوين، جوالي يهتز، واحد من يرسل لي. طيب ما علينا منه. طيب اوراين حرك يا اوراين حرك، انا شوي فهد. طيب انت خليك زي ما انت، ما ادري وش اجل نعطيك تجند يا شيخ. طيب هنا فتحنا شيء، التريك فتحناهم ذول، لا فتحنا ذول. طيب بعطيك انا اربع مقاتلات، خلنا نزود اجل وي بوتشر، تنتين وي بوتشر تمام. طيب الحلوين هذولا وين نرسلهم؟ وين نرسلهم؟ والله ما ادري وين ارسلهم. ارسلهم هنا نضبط علاقاتنا مع الدورفز، والله بتفيدنا نضبط علاقاتنا مع الدورف. وش المبنى اللي بتعطينا اياه؟ انيبل اويكنز كونسدريشن، ما هو بذاك الشيء المهم مره، بس بتكون مفيده الشجره ذي وقريبه مننا، يعني كذا كذا احنا بنحتاجها. يعني نبدا. أيوة 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 أيوة, ايوه 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 حاله طارئه حاله طارئه حاله طارئه، بسرعه 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 بسرعه. اوراين مو اوراين، انت بسرعه. مدينه الكوين الكلبه اندمرت، ما ادري من اللي دمرها، لكن ما عندنا مشكله، احنا نبغى نستغل هذا الشيء لنا لصالحنا، ونبغى نسوي فاست ترافل. ننزل الجيش هنا، كيف اقدر اسوي فاست ترافل؟ كذا يب يب، ارجع نضغط على الجيش اول شيء. هذا مع ان ودي ارسل اوراين هناك، بس ممكن هي ترجع تستردها، تستردها عرفته، فانا ما ابغاها تستردها، ابغى بسرعه على طول. طيب حلوين، اللي دمرها هذا الجيش الغريب، وات ذا فاك، والله جيش غريب ذا. طيب يعطيك العافية على تدمير الشجرة، انا بناخذها شخصيا خلاص، شكرا. الشجرة هذه ملكنا ولن نتركها ابدا. طيب انت يا صاحبي وظيفتك تتعامل مع الهاي الف، انت سفير الهاي الف، ممتاز ممتاز. طيب الله يستر ذا لا يحاربنا، بس نبغى نعطيه هذا جيش. ما فلسنا. طيب نبغى نعطيه جيوش قوية يتفاهم، تفيده في حال هذا حاربنا. طيب البنت الكوين هذه نبغى نضبط علاقتنا معها، هي تحارب من؟ خلنا نشوف اول شيء هي تحارب من. جوين وور اجينست الدارك اوف ثول، ضد هذا اتوقع انه فازل، ولا بس تحاربه كذا قدعنا، تحاربه قدعنا، والدريد فليت. طيب وش العلاقات اللي نقدر نسويها معاكي؟ هذه وهذه وهذه. اقول لكم ليش انا حرصت اني اسوي معها علاقات، وما عندي مشكله اضعفها، لان بتجيني ايفنتات تخلي الهاي الف يكرهوني، عرفتوا؟ الجيوش اللي هاجمها فتكرهني، تخرب علاقاتي مع الهاي الف، وانا ودي من الان اضبط علاقاتي مع الهاي الف عشان يصير فيه توازن، فهمت الفكره؟ وفي نفس الوقت علينا حروب يعني، ونرحب بالعدوات، هذه هي فكرتنا، رحب بالعدوات. تشوفون الجيش رخص، رخصت رواتب الجنود. طيب حلوين حلوين، حتى ما احتاج اتوسع، وهي اغلب الجذور معاها. البوابه دي نعاونها، نعاونهم نطرد سلانش، نطرد يعني نصير حامين الاولت ون الخفيون، ممتاز. واغلب الجذور معها، يعني اني احالفها شيء مره كويس. كل التبن بس كريهه، ما اطيقها قسما بالله، ما اطيقها، مستفزه. طيب انتم وين نرسلكم؟ هنا كانها درايكا مصعده وماخذه الاراضي. لا لا طيب وين نرسل هذولا؟ طيب اوراين انطلق، خلاص عليك انت. حلو الثنتين هذولا والله غريبات. طيب نبغى نرسل واحده بس، هذه انطلقي وتكي في تكي في الشجره لين نحتاجك بعدين. وانتي هل انت في حرب مع احد؟ ميرنبرغ ما هو في حرب مع احد، ودي اعطيها الدور في حرب. هذا مستفز. اوه حرب بريتانيا،
اوكي حرب بريتونيا، كفو. شكلي معطيت هذا بريتونيا الاراضي، زانت الامور. كويس كويس، دام يحارب بريتونيا كويس، لانه جالس ياخذ اراضي بشر. فشكلي برسل هذه تدخل حرب مع شو يسمونه ليون. بس بيني وبين علاقات، انا ما بيني وبين علاقات، ممتاز. ونحارب دورف ونضم دورف لنا وتزين الامور، جدا تزين الامور مره. فالحرب هذه بتكون فايدتي، فزي ما قلت لكم رحب بالعداوات، لازم ترحب بالعداوات. هذه من الشخصيه ذي؟ هذه شخصيه ميكسو. طيب وش المهارات هذه؟ يبغى نقرا المهارات. طيب هيوج راندوملي موفينج اريا سترونج سنجل كومبوننت. سحر جديد ذا، اول مره اشوف السحر هذا. طيب هنا اضغط كليك مي طلع لي السحر. هل في لور جديد؟ الكاتاكليزم، معقوله هذا الكاتاكليزم؟ كنا الكاتاكليزم، خليني اتاكد شكله. اسمه ثورسن ثاندر. اي والله، اوه حلو حلو يا اخي، هذه من الحاجات الحلوه. الكاتاكليزم يا اخي عطها للشخصيات القويه، عطى سبل واحده ويستخدمها مره واحده في المعركه، ما عندي مشكله. سحر الكاتاكليزم ترى مره قوي، وتقدر تستخدم، تدرون وين تستخدمه؟ بس في اللعب اللي هو حقه ورهامر 3، حقه مو الفورتكس، الريلم اوف كايوس، تستخدم هناك عرفت الريلم اوف كايوس. فسحر مره قوي، يعني هذا السحر بناخذه مره دمجه، ترى قوي مره دمجه قوي. وهذه الضربه برضو مره قويه. ف زي مثلا تكلس، هذول السحر اللي مره قوي، عطهم يا اخي عطهم. طيب هذا يعطينا كاتاكليزم، ممتاز. السبل هذه حلو، وثلاث مرات تستخدمه في المعركه، مره حلو. هذا يعطيك هيبه الساحر. طيب هذه راح تقوينا تحت الارض، هذه راح تعطينا دفاعات، هذه راح تعطينا ويلم فروم بيلدينج فاكشن وين اون ماب. طيب هذا اتوقع مورد خاص فيها اذا كنت العب فيها انا. هذا راح يعطينا السمون اتوقع، سبل ويفر لورز كان اديشنال سبل فروم ذير لور وذ اوت لوكينج ذيم. حلو، السحره في الدوله او ارميز اللوكال بروفنس. طيب الجيو السحره اللي يكونون معي في نفس المقاطعه راح يستخدمون سبيلز هذه اتوقع، وهي مهاب عندهم. طيب حلو والله، مهاراتها جميله جدا جميله. طيب نبغى نرسلها هنا وتبدا تصعد على الدورف، على الاقل رتب الامور، رتب الخريطه. ناخذ هذه المدينه ونعطيها الامبراطوريه. الجبال هذه لو اطلب مدينه من ذا، لا لا انا كان ودي اسلم الجبال كلها لبليجر، بس عادي لو ياخذها بريتونيا يستاهل، يمون حق بريتونيا يمون. طيب هذه من الشخصيه ذي، هذه الساحره. طيب هنا ماجيك، عطنا ماجيك. هنا عطنا سبيد وذي الابيليتي، لا. هنا عطنا هذه وش تسوي؟ دامج، لا. نبغى نقويك قاعده، نعطيك اللايتنج اتاك، ممتاز. ونعطيك الراث اوف ذا وود، حلو 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 حلو. طيب حلوين حلوين حلوين، هذا لازم نقويه، خوينا هذا اللي هنا. ف جاتنا فلوس، نبغى نعطيه وحداته البنفسجية كلها. نجند عن بعد ما طفرنا، بدينا نطفر، نستخدم كل فلوسنا، عرفت؟ نستخدمها كل دور، نستخدم كل الفلوس اللي عندنا. خايف من الجيش ذا اللي قدامي انه يلف علي صراحة. ايوه مساحته، ارحب يا التاريان. ايش بغيت؟ ديفنسيف الاينس؟ ما ابي صدق، مش عاوز تجرني للحروب، انا ما ابغاها. انا اختار حروبي بعناية، مع اني انا جالس اعلن حروب، ممكن اكثر شخص معلن حرب في العالم، بس ما احب احد فجأة كذا يجرني في حرب انا ما بيها، مع شخص، مع دولة يعني معتبرها صديقة أو حليفة لي ومأمنت لي الجذور. أنا حاليا اللي يهمني الكوين، لأن الكوين هي اللي ماسكة الجذور، فهمت الفكرة؟ طيب 124 دولة موجودة حاليا، حلوين حلوين. طيب انتهت الدورة، الفاكشن ذا انقلع، بس ممتاز. اوه كالفران صعد، خلصنا الريسيرش. طيب هنا راح يعطيني علاقات مع
ما يحتاج علاقات لاني بحتلك الصراحة بعد شوي، بحارب دوارف وبجلد. طيب انت كيف امورس؟ طيب ادخل معك حرب ضد هذا مثلا، تسوي معي علاقات؟ لا مرة ما فارقة معها، دخلت حرب مع ضدها ولا مرة مو بفارق معها، غريبة. طيب انا ودي ان علاقتي بس تتطور معاها، عشان ابغاها على الاقل ديفنسيف الاينس عشان يزيد هذا. طيب دام امورنا زينة، اهم شيء عندي بجند هذا صدق صدق، لانه هو الحالة في اخر الدنيا. الوحدات هذه الحين مفكيته، شيخ تبا لكم. كم عندي ليمت؟ بوحدتين، فناخذ اشجار دي تنكات شوية. طيب كذا ممتاز، امورنا زينة. اوراين انطلق يا اوراين شوي نحاول نضعف اكيت، نحد من قوته. طيب ممتاز. هذه اللي نبغاها تصعد على الزفت هذا. كيف الجيش في المدينة؟ ابو كلب. طيب شوف انت ما زلت تحارب الدوارف، طيب نبي ندخل معك، بس خلينا نشوف الدوارف عند علاقات مع حد. تجارة مع كارل فرانز، لكن كارل فرانز انا مدلعه دلع ما هو بصاحي، فالمفروض انه ما يتلقف ولا يقول اي شيء. دورثو حتى صعد هنا، ما يهمني علاقات دورثو لان خلاص انا اذا حاربت الدورف ذا رسمونا ذا. طيب نروح لخوينا ذا جوين وور وبندخل معك حرب ضده. ممتاز حلوين، حاربنا هذا ننطلق الآن بنهزم لنا. هل المدينة تعتبر آرمي أو لا؟ هذا سؤال بنعرف على جوابه الآن. طيب نقول كذا، ما عندنا معدات حصار فأنا بنحاصر المدينة. هذه من الشغلات المهمة لازم ننتبه لها. طيب هنا أبكيب فور ألف يونت، حلو. هنا هيرو كاب هيرو ايش كابستي؟ ها كابستي حلو. هنا دبلوماسي وذ هاي ألفس ممتازة مرة بتفيدني هذه خاصة الفترة الحين. فورست هيلث فور اون فورست. طيب 19 دورة هنا، خلنا هذا عشان نرخص جنودنا قدر المستطاع. طيب اوت بوست افيلبل، ماني مهتم، جنودي كلهم رايحين اماكنهم. هذه روحي على الغابة يا حلوة، تكي هناك، ظبطي امور كيف الغابة خلاص ونوصلها 100. طيب هذه كم يصير ليفلها حقت برضو هذه 100، راح الالاينس بوينت حلو. جلوبال ريكروتمنت يزود عندي المبنى ذا، وش بيساعد طينة انيبل اتريشن ويند ماجيك شغل مرة اوكي المبنى ذا مرة رهيب. تمبل اوف ايشا اتريشن الكايوس ما راح يأثر فيني ابدا ابدا، ما راح يأثر فيني، فممتاز جدا جدا ممتاز المبنى ذا. فالمدينة ذي مهمة، أتذكر أنها كانت مهمة جدا. طيب حلوين حلوين، ممتاز ممتاز والله، أمورنا تمشي بكل سلاسة في الكامبين. يعني تمشي بسلاسة 4 5 6. ها نعم نعم. طيب هو حاربني، أدخل حلفائي معي لأن حلفائي بيكونون في خطر إذا دخلتهم، ما أكذب عليكم يعني هو بيصعد عليهم على طول، لكن أنا مأمن لكم كل شيء فأدخلوا معي الله يهينكم. أدخلوا معي ضد على بلاد فصعدوا يا حلوين صعدوا يلا. يعني دروع البشرية اشتغلوا يلا. ملاحظين إن كل المحالفهم بشر؟ أنا دولتين بريطانيا ودولة امبراطورية، دروع بشرية. طيب انبش ديسكفر. طيب هنا الامور زينة، جالس يجند ذا، بعدين بنطلع شوي نحاول نضبط علاقتنا مع الملكة. طيب نمسح ذي المدينة ونحتلها، ممتاز. زادت علاقتنا مع ذا. طيب ما يعتبر جيش، نفوز على جيش الدوارف عشان احتل الشيخ.
المدينة ما تعتبر جيش، فلازم اني اوه ولا لا الا تعتبر جيش، بس احتاج اني افوز ضد 3. طيب ما في مشكلة، احنا حربنا احتمال تكون طويلة، بس خلي الجيش اللي هنا يلفل، والمدينة هذه بنسلمها لكارل فرانز. مين باقي لاست موف؟ طيب اوراين، تقدم يا اوراين. الله يستر بس تجينا امبوش. طيب وقف وقف وقف، اكد شخصيا هنا موجود فأمبوش. قولوا ليش؟ لان اكت الكلب وهو يهجم، ترى تعرفون اللي مسكب امبوش، اوف نسبة الامبوش 100%، ابن امه يمر من هنا راح ينصاد، اول مرة اشوفه في اللعبة 100% النسبة. طيب نوزع المهارات هنا، اوت بوست ما ابغى ابني اوت بوست ابدا، ولا اني مهتم ابني اوت بوست حاليا لان ما همتني فرقكم. انت ادخل المدينة، بس ادخل الغابة وتكي فيها. اي واحد يتلقف يحاول ياخذ من المدن ذي اللي حوالينا في الجذور امسح بوجه الارض بكل اختصار، هذا هو التكتيك. ايوه مسكنا، لا مسكنا واحد من الجيوش مو اكت. خايف ان اكت يمر الان ويمسكنا. لا كويس ما مر اكت، هو اكت اللي قبل شوي ولا انا كنت ملخبط؟ كان جيش اكت الا كاني قريت اسم اكت انا. اكت كلاو. نعم ايش تبي؟ ميلتري اكسس، يلا ميلتري اكسس، انا كذا كذا ببلعك بعد شوي اصلا. كذا كذا حبلعك. وراح اوزع اراضيك على كارل فرانز وليس على قلت. لان انا ما يهمني قلت، يهمني كارل فرانز. يعني بريتونيا استثناء اني تعاونت مع اثنين، انا بالعاده اتعاون مع شخص واحد فقط ولا غير من الفاكشن، كذا احب ستايلي في اللعب. طيب مسحنا بلاك ريسيفد في احد المدن. انكاونتر وين الانكاونتر؟ هنا. طيب حلوين، احلى شيء اني خليت جيشي هذا هنا. طيب مدن كثير جالس اجيها بلاك، او اعلمكم انا البلاك من ايش جاء. طيب الانكاونتر ضد من؟ امبراطوريه، فراح يكرهون الامبراطوريه. ما يهم الصدق، ما يهم ما يهم. طيب راح نخسر ما في مشكلة، نحاول نجيب لها جيش قوي يعتمد الحالة. هو جيشها كان ابو كلب، لان زي ما تقولون كانوا جيشين يمشون مع بعض. حلو حلو، ارجع جوا. طيب وش تقدرين تجندين هنا؟ عندها اسهم كثير فيبغى لها مقاتلين، نعطيها النخبة. الجيوش رواتبهم صفر، اه شكل خلاص كل جيوشي كلها رواتبهم صفر. يب 78 اتوقع هذه رواتب ال يسمونهم الليجندري هيروز اتوقع، ولا القادة. من جالس ياخذ مني راتب ذا؟ 876 من هم؟ هذا ممكن؟ اي هذا. الوحدات هذولا شكل رواتبهم مرة غالية. طيب الجيش ذا جاهز ينطلق. انا ما اخذ معها ميلتري اكسس صح؟ ما اخذ منها ميلتري اكسس، كيف علاقتي معها؟ اوه حلو قبلت ميثاق عدم اعتداء. حلوين حلوين. طيب سوينا ميثاق عدم اعتداء، الشجره الان المفروض ذي تفقع. كم اللي يزيد؟ زايد 3. ابى اخذ الجيت هذه واعطيها اياها. في جيت هنا ثانيه ما هي معها فمسببت لنا مشاكل. طيب ابى اخذ الجيت هذه، لسه اعطينا بفات لكن بعطيها اياها برضو دام عندي جيش هنا. اوراين وين جيش اكت؟ انا اتذكر اني شفت جيش اكت، ممكن دخل جوا المدينه نخاطر. لا اكت جاي من البحر، انا كنت ملخبط. طيب نبي ندخل ناخذ المدينه. حلو نطلع منها ولا خلنا في المدينه؟ اكت بيطولنا بيطول، ما لا ما راح يقدر يحارب المدينه بس بيجي جنبنا عرفته. وانا كذا كذا بعطي المدينه هذه للفين شانترس كذا. حلوة توزيعتي جاهزة. طيب انت انطلق، انطلقي انت خذ المدينة هذه، وراح نمسك المدينة هذه لان بعطيها بلقر او اعطيها بريتونيا على حسب. طيب فزنا على جيشين الدورف، المفروض فزنا على جيشين الدورف، باقي لنا جيش واحد ونبلع دورف وشجرتنا الاساسية يصير 1 2 نقطتين تجينا زيادة. ممتاز، فراح تصير 6 نقاط. وبعدين نضبط علاقتنا، نعطي الجبال هذه لبليغر
بلقر كيف علاقتي معاه جالسة تقل. ليش تقل؟ لأن بيني وبين هذا علاقات دورفو. طيب جالس أسوي أكشن ضد إيكو تكلوف، المفروض مع الوقت يحبني. أبغى أعطيه جيفت الآن، أعطيه جيفت كبيرة عشان بس شوي كذا يعني تصير هذه بالموجب، فهمتوا؟ والله مرة يكرهني، مرة يكرهني، مرة 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 بلقر يكرهني. فبحاول أعطيه مدن بسرعة، بس ما ودي أعطيه مدن وهو يكرهني، فهمت الفكرة؟ وبعطيه مدن ويصير حليف لي على طول دايركت. طيب ما علينا. مين هذه اللي لبلت؟ امسكي هنا، هذه أعطيتك بفاتك كاملة، وأنت امسكي بفاتك هنا كاملة، ممتاز. خلاص أوتو. تجيني أمورك أوتو. طيب. عندنا المدينة هذه طز فيها. طيب المدينة هذه بنعطيها كارل فرانس، مساك الله بالخير كارل فرانس. والله هندلعك ميرنبرغ، أقوى مدينة في الإمبراطورية أشوفها تجيب لك دخل. ميرنبرغ مرة فيها ميناء ابن 66 كلب يعطيك بفات ما هي بصاحية. هذا هو الميناء، مرة قوي ترى على ليفل عالي برضه. طيب بقينا جيش واحد بس دورف، يا ناخذ اللي فوق يا ننزل الجيش هذا اللي تحت، واحتمال انزل الجيش اللي تحت هذا بيكون ينحاش 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 مني، لكن اللي تحت بواجهه، واذا ما واجهته حرف تحت المدن هذه. كذا امورنا زينه، امورنا زينه. طيب اوت بوست ما راح ابني اوت بوست. تدا الامور ممتازه، ممتازه جدا ممتازه. طيب نكاي تشوفونه، مو نكاي نكاري، ابو ديد واحد ضد ديد نكاري. يا اخي قوي نكاري، بس مشكلته يا اخي يموت بالاسهم على طول، وحاطينه ضد الهاي الف. والله كل ما العب فيه كذا اسهم كثيره تدبسه ويموت، اول واحد في المعركه يموت. ما تحسه كايوس، مره ما تحسه كايوس، له ستايل لعب. حتى كايروس، كايروس قوي، كايروس الحالة يهزم جيش. ارسل كايروس الحالة بالسحر وحط لك اللي هي الوحدات اللي تعطيك شو اسمه، الوحدات اللي تزيد لك السحر اللي هو الماجيك، وخلاص ويند اوف ماجيك وخلاص. بدع بكايروس، بس مبانيه مره ما تجيب لك فلوس. اوكي ميدلاند دمرت، من اللي دمرها؟ حلو حلو، خمسة كل المدن الان مأمنة. خلاص باقي شوي ونفتح اللي هو المبنى الاخير، نطور المباني هذه. لا انا بطور المبنى اللي يعطيني جروث، هذا بيعطيني 60 جروث يزودني 20 جروث يعني، وهذا وهذا فلوس. لا لا نبغى جروث، اعطنا جروث يا وحش، جيب جروث. صدقون لو العب اي هاي وود الف ثاني ستايل اللعب بيتغير، مره بيغير ستايل لعبي، وبهتم في المباني اكثر، وما راح اتوسع كثير، وما راح اقدر امسك اشجار كثير. لكن عشان عندي حركة ال شو اسمه الفلوس بلوشي، فالامور زينة. طيب انا الحين حسيت بالخطر، بديت احس بالخطر. امسحوا والده والدين الدورف، ولا بقت له مدينة ولا بقى لها اي جيش، وانا بقى لي جيش واحد احاربه بس. فتكفى الله يخليك لا تنحاش، يرحم والدينك لا تنحاش. تكفى 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 تكفى. يس 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 يس، لو انحاش باكل تبن. باقي لي جيش واحد اهزمه عشان احتل شو اسمه دورثو، ولو ما هزمته ما عندي احد ثاني دورثو حاربه. آه يلا كونفدريت دورثو، حياك الله يا دورثو، وسوينا كونفدريت لدورثو. طيب طيب الان هذا هو دورثو. آه الجيش هذا سطح الجيش ذا كله يا بابا، ضاغط شفت انا، شو السالفة؟ What the fuck؟ اي كذا غريبة استغربت انا. يا هذا هيرو صح نسيت. يا ابو الهيرو الحالة تشيله. طيب نمسح الجيش ذا، معنا مو بفارق معنا دخلنا بلوشي. فلاد فون كارستيان، فلاد شاد امها، فلاد معرق يا عيال، فلاد معرق يا عيال. طيب الجيش ذا بدل ما نمسحه خلنا نروح نهزم فيه اي احد من جيوش ذولا. شوف تقدر تمسحها ولا لا ذي؟ تقدر تمسحها بالراحة. طيب خذ ربلانش، حلو
هنا في جيشين، إيزابيلا في جيش، وهنا جيش ثاني. فلاد فون كارسيان شخصيا وينه؟ ما أدري. طيب عندي جيوش هنا، هذا الجيش ما منه فايدة، ولا الجيش الثاني وش هو؟ جيش دورثو. طيب تعالوا هنا، ما بحذف جيوشهم، بستفيد منهم نواجه هذولا. أنت تقدر تتحركين زيادة. طيب حاول إنك تتحركين وقربي هنا. أبغى أدمجكي مع جيش دورثو. حلو؟ حلو، هذه الفكرة. طيب، كارل فرانس تعال. طيب يا كارل فرانس والله بيعطيك مدن كثيرة. أول شيء نعطيك نولن، المدينة الصناعية. وتفضل. حلو. ونعطيك وش في بعد مدن ناخذها؟ احنا ماخذين المقاطع ذي كاملة. نعطيك الدوترس ذي. وين هي الدوترس هذه؟ أول واحدة. سم. طيب. نعطيك يا طويل عمر السلامة وس. هذه ممتاز. وانت اللي تصرف مع بلاد، ابغاك انت درعي، انا ما ابغى اواجه، انا المواجهات دي ما تهمني ابدا. ونعطيك هذه فلين. سام كارل فرانز ابغى اقوى واحد في العالم، انا هذا هدفي. كارل فرانز ابيه معضل. طيب هنا في مدينة تبعي برضو لي، لا هنا قلت هنا المدينة ذي تبعي اللي هي ستاي، نقدر نعطيها اياه؟ لا، بس ممكن نقدر نعطيها. مين نقدر نعطيه؟ نقدر نعطيها يم لم ايش يسمونه؟ قلت ليش يكرهني؟ علاقاتي مع رايكلاند. اوه ورا، قلت مره يكرهني كر، ما هو بصاحي. قلت يكرهني كر عظيم. يا ساتر يا قلت، يا ساتر يا الكر، ليش كذا ليش؟ طيب ما عندنا مشكلة، والله مرة مرة يكرهوني، الإمبراطورية يكرهوني برضو. أوه أصلا يكرهوني كلهم الحين، يب يب. حتى كارل فرانز المفروض يكرهني بسبة العشرين، نسبة العشرين حقت الكره مع كل دول الإمبراطورية بسبة الإيفنت. طيب ما في مشكلة، ما في مشكلة. طيب حلوين الجبال هذه، أعطيها بلقر من الحين. Exchange settlement with this faction. Offered must be adjust. طيب هذه المدينة جنبه، أقدر أسوي معاه تريد عادي. طيب نقدر نلعب لعبة عشان نقدر نعطيه. طيب أوراين تقدر تطلع وتشق إكت. أوه بالراحة يشق إكت. تعال إكت، وين رايح؟ تعال 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 عند دادي، تعال عند دادي، تعال تعال عند راين. اوه يا عمي، اوه يا عمي، والله بيمسح من جيشي كثير. ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما عندي اي مشكلة. طيب خذ ربلانش، خذ راين، شق الدنيا، اخذ الريسيرش ممتاز، واخذنا الويند اوف ماجيك مرة ممتاز. لفل، هزمنا ثلاثة جيوش سكيفن، والحين السيستر اوف توايلايت. بس انا كدني اوريدي يعني مسوي لهم كونفدريت، مع ان ودي يا اخي الكوين ودي انها تكون موجودة زوجة اوراين. طيب ما في صراحة شيء يستاهل لك يا اوراين حاليا. ودي ان جيشك يكون سريع بسرعة، ورانا معارك. فأسهم انشقت، نعوض بالأسهم عادية اللي هم هذولا. أعطيك واحد اثنين ثلاثة ثنون أربعة. طيب ونبغى مقاتلين النخبة، وينهم؟ ممتاز. طيب دورتين يتعالج فيها، هذا ما راح يطولني. أوف دقيقة، يا ساتر، ثلاثة ستورم فيرمن، أربع برد هارنر، وثنين من ذول ميوتنت. اوف والله الجيش ذا مره قوي. يا بابا خذي المدينه ذي، خذي يا عاها. طيب ايش ترى هنا؟ اه في جيش، في جيش، في جيش، في جيش هنا، في جيش. وينه؟ كان ينتبه. اه مو قدامي، اشوه هنا. خفت والله، انخرشت. انخرشت. طيب الفورست هذه خلاص على شكل انها تكتمل، امورها زينه. الفورست هنا كيف؟ سته المفروض يزيد. ستة، ياب ستة، أقدر أخليها سبعة
بس بلقر راسه مقفل، مره مقفل بلقر راسه. طيب حلو، خلاص امورنا زينه الى الان. انتم خلوكم زي ما انتم. في جيش هنا للزفت ذا، خله دام ما هو بخطر كبير. هذه لفل نعطيها مهاراتها، سكيل هنا نعطيها المهارات هذه. طيب ممتاز، انت هيرو، امسك هيرو خلاص ما ابغى ابلش بالهيروز. هيروز اي دو نوت وانا ابلش وذ هيروز. مباني، المبنى ذا ما ابغى ابنيه، بخلي المبنى ذا معي. في عندي جيش هنا، خليكي زي ما انت. طيب الجبال هذه وما ادراك ما الجبال هذه. طيب كيف التكتيك؟ بيليجر لازم اضبط علاقتي معه، ودي يمسك الجبال هو عني. والله ما ادري كيف اسويها معه. ما في مشكله، بدينا ها بدينا حركات ال نسيت ذا يا حليله، والله نسيتك يا صاحبي. بدينا حركات اللي الدور تطول، استفاد نخطط كثير. ارحب تيرين امر، وش بغيت يا بعدي؟ تبغى تريد على خشمي على هالنخره؟ ابشر انت تامر امر يا تيريان، تامر امر. حلوين رحب بالعداوات يا تيريان، مو يا تيريان يا اوراين، رحب بالعداوات. نحتاج الرحب، موري زينة الى الان. طيب هذا الجيش بجيش فلاد راح ننتصر، لكن راح نمسح جيشين قوية لفلاد، مرة قوية. وفلاد شخصيا موجود هو هنا، راح يمسح جيش. انا ما في مشكلة، انا كذا ودي يمسح الجيش عشان ارجع ارتبه. دورثو ما راح يموت، والله حرام هنا في وحدات ذهبية. ولا ننسحب، نجرب ننسحب، خلونا نسوي كويك سيف وننسحب اذا يعني شيء ثاني. اجل لا نرجع ونشوف الامور. اوكي رجعنا. خلنا نمسح الجيوش ذي كلها. اوه اثاريها موجودة هنا، وهي موجودة مع دورثو تمسح الجيوش ذي. والله جيش ابو كلب ترى، بس الهيروز الموجودين ترى مرة قويين الصراحة. لا خلنا نقول اوتو يا وحش، هي بتموت بس بترجع، تعتبر ليجندري ترى. انتصرنا، في جيش ثاني بيمسح بيفنش فلاد، فهمت الفكرة؟ لا امورنا زينة ان شاء الله، زينة. طيب لا تقول لي انت تتحرك بعد تجينا. اوكي هذا بيمسح، انا كذا كنت ناوي اصرف الجيوش ذي. مرة الفامبايرز خطر الصراحة، خطر كبير، فلازم التفت لهم، بس احتاج معاونة قوية من الامبراطورية. يحشدون جيوشهم يروحون يواجهون الخطر، لان الخطر عليهم قبل ما هو علي. طيب بس يبنون لي اوت بوست، ما في مشكلة. هزمنا شوية. طيب وين البنتات ذي كلها؟ ماني مهتم فيها الصدق. ريليال ويند حلو، راح ترجع لنا. طيب ممتاز بدت القوة الآن. حلوين. طيب نروح هنا، أنا حاطة أوتوماتيك، نبغى نوصل هنا. 7 دورات حلوين، قلت أول كانت تاخذ أكثر، بس الحين قلت بسبة إن هزمت إكت والريسيرش عندي زاد. طيب نشوف الخبصة اللي هنا، خبصة الود ألف ذول، مو الود ألف الفامباير. يبغالي اجيهم جيه محترمه، جيوشهم مره كثيره، الاندد هم زي كذا دائما. جيوش كثيره لازم ترى تجي بس ضعاف. طيب انتم ادخلوا هنا مع خوينا، انت اذلفي. طيب يا دورثو تراجع ورا، تراجع، سويت اللي عليك وما قصرت انت. ابغاك تراجع للدوله حقتنا. عطى فاست، جرب هنا.
طيب كذا امورنا زينه للان. الشجره جالسه تزيد المفروض بشكل اسرع. حلو حلو. طيب خوينا اللي هنا لا ننساه. تعال يا صاحبي خذ الحصن هذا. ممتاز. روبن سكيور و... اطلع وروح كلم الكوين وعطها الفينكس جيت. ممتاز. واسحب منها فلوس. ابغى هذا ما عندي مشكله انها تضعف صدق. ما عندي اي مشكله انها تضعف. طيب وكم ناقصنا؟ ناقصنا واحد بس اللي هو هنا ذا. كيف الجرس اللي فيها؟ يعني قوي والله قوي بس ما هو من نخبه. ليفل كم المبنى؟ ليفل 3. يعني ما في فينيكس جارد. يمكن في فليمبل فينيكس يعتبر قوي. فممكن نتلقف. طيب الجيش هذا انسحب الى هنا حدود مع الفلاد. فنبغى نحشد الجيوش جهة فلاد. صراحة نحتاج. انت كيف علاقتك مع فلاد؟ يعني علاقة عادية بس تطور برضو. ترايكا شوف الكلبة. طيب فيستوس ودي امسحه. شكلي برسل الجيش ذا يتصرف مع فيستوس. ليش ابغى امسحه؟ جالس يطفش الامبراطورية. فهمت الفكرة؟ جالس يطفش في الامبراطورية ويخليهم يركزون هنا وساحبين جيوشهم هنا اغلبهم شايفين حول فيستوس. فابغى امسح فيستوس شكلي. اوكي دولة واحدة راح تقلل من الدخل لكن في الان توسعنا على العالم ف الامور مرة كثيرة. من هو ذا؟ هذا دورفو. والله الاي اي قسما بالله عليه توزيعات سكيل غبيه قسما بالله. انت كابتن استكشفين الاراضي ولا تستكشفين انقلعي بس ما باكي. طيب هذا الهيرو اللي مع دورفو نحطها انكريس موبيليتي. ممتازه. عطها اوتو نقويها في الرمي. ممتاز. طيب في حجرة دورثو يب ليفل 5 في مبنى خاص هنا. وش بيعطينا؟ ريسيرش ريت 10% والجريت ايجل سالب 25. حلو حلو. فالايجل بلوشي بيصير عندنا بالراحة بيصير بلوشي. طيب المبنى ذا بخليه معي خلينا نبني فيه اي شيء مورد. ممتاز. الدورف ذا المفروض انه امسح. طيب كذا امورنا فنانة فنانة. رحبنا بالعدوات وجيوشنا متناثرة حوالين العالم ولكن مدننا الأساسية في أمان. هذا الحلو. مدينتنا الأساسية أساسنا في أمان. جالس أحاول نخلي الحلفاء حواليني يعني فوق يمين يسار الوضع بأمان. يمين شوي ها في خطر بلاد جاي لكن راح نوقف قدامه بكل سهولة. يعني راح يمدينا نوقف قدامه بس راح يكون شوي متعب بس نحاول نجيه بطريقة ممتازة بجيوش مناسبة ضد البامباير. الجنوب يعني ها نبي نحاول نظبط علاقتنا معهم. هاتبي ميلتري الاينس. لا 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 تدخليني في حرب. ديفنسيف انا اوكي معكم ديفنسيف دفاعيا. اي واحد يهجم عليكم اعاونكم. هجوميا لا لا الديفنسيف الحرب الدفاع او الحلف الدفاعي زي اللي حماية استقلال تقدر برضو تصير يعني الدفاع مشترك. فالناس يخافون يحاربونا مو عشان هم ما يبغون يحاربونا لا خايفين مني انا مثلا. فهنا الفكره. لكن اذا حلفت ميلتري الاينس راح هو يجرني للحروب. والاي اي غبي جرى الحروب. طيب فيستوس بدا يلعب بذيله ويبغى يدخل على كارل فرانز. انت وش تبي انت؟ انت وش تبي جايني هنا؟ انقلع. حلو هذا هو اول شيء انقلع. طيب نبغى نحاول نساعد كارفرانز. طيب فاكشن دسترويد خلاص انقلع. ما راح نقدر نساعده ندخل معاه الدوره هذه لكن نقدر نمشي از ان امبوش نقرب هنا وندخل معركه ثنائيه مع كارفرانز ونجلد هذولا. طيب جاهز الشيخ اوراين. روح امسح الجيش ذا. وقف وقف. سليف هذولا. لا ما منهم خوف. طيب
اقدر اوراين يمسح الثلاثه دول كلهم حتى لو هجموا عليهم. طيب يمسح الاول، او دول داخلين معي برضه، ممتاز ممتاز ممتاز. تعال ريبلانش، حلو حميناكي. ها حميناكي يا انهانترت. طيب نعطيها امبوش في حال احد حاول يتلقف ويمشي. طيب وش في بعد جيوش عندنا؟ هذا اللي بنحركه. تيريان داخل الحرب، شكله بياخذ المدينه ذي تيريان، فما راح الحق. فخلنا نجي نوقف هنا شوي، بس المدينه ذي لازم ننتبه لها بقوه، لازم نوصلها بسرعه وتعطيني الكروت برضو مره رهيب. طيب المبنى ذا راح، ماني مهتم بالفلوس حاليا ابدا، مهتم بالجروث. عطني جروث هنا، وعطني هذا برضو يعطيني جروث، عطني جروث قدر المستطاع، وعطني جاريسون في حال قلبوا علي الالف، لان الايفنتات بتخلي الالف يكرهوني ترى. ما ابغى ابني يا ادمي، ما ابغى ابني. في احد ما حركته معقوله؟ دورثو وين دورثو؟ بدل ما تمشي كذا توقع هذه افضل لك. لا خلاص امشي هنا، ومن هنا اقلب جبال. حلو الشجره الاساسيه حقتنا هذه، نبغى نشوف كيف امورها. كم 246، حلو 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 حلو. طيب ننهي الدورة، اتوقع الدورة الجاية بتكون اخر دورة. هذه نسيتها انا، ما في مشكلة تعالي. هذه بنخليها شوي توقف حول فلاد، ولا ارسلها هناك نحاول نحد من خطر فيستوس بشكل مضمون، او نمسح فيستوس. ما احنا حدينا من خطره، بس بدأ يصير مزعج ويشغل الامبراطورية. الحب الثاريون ديفنسيف الاينس. لا ماني بحاجة نسوي معك ديفنسيف الاينس، انا مصلحة، انا رجل مصلحة. اوكي ابغى علاقتي معاه كويسة ابغاها، بس ما ابغى اسوي ديفنسيف الاينس. طيب اوراين مسك الجيش الاول، امسح بوجه الارض وسوي ريفلانش. ممتاز ممتاز والله، هجمتنا على اكت فنانة جدا فنانة. حلوين حلوين. طيب 117 دولة باقي، يبغى نخلص قبل ما تيجي الديزاستر. الديزاستر راح تكون ديزاستر الكيس دورف، فيبغى لنا نتجهز ونأمن أمورنا بشكل كويس. احنا أمورنا مأمنة ترى، ترى لو تمسح كل الجيش الحين طز ترى مرة عادي مرة عادي. طيب مسحنا جيش الإكت، كونفدريت صار هنا من باليجر. طيب يا باليجر فاكشن ديسترويد، شو اسمه انك يا اخي والله فتره ما لعبت هامر، فبديت انسى اسم الشخصيات. ازيزل. طيب اقدر اعطيه مدينه، او اقدر اطلب منه مدينه. انا اقدر اطلب منه دي. طب ما ابغى اطلب منه، انا ابغى اعطيه، ابغى اعطيه هذه. طب كيف علاقتي معه؟ كم بياخذ؟ 10000. خذ 10000 ما في مشكله، اهم شيء علاقتي شوي تزين معك وافتك من شرك، ما عندي اي مشكله والله، ما عندي اي مشكله. طيب اوراين اموره زينه، اهجم على المدينه ذي. طبعا انا عارف الاتريشن واضح انها مدينه الاكت، جيشها مره نخبه، بس كويس اني قدرت اشيلها. طيب ممتاز ممتاز. نبغى نعطي هذه الاراضي كلها الليدي، مع ان ودي يا اخي شوي انوع من الحلفاء. لا خلاص بس بس كذا، خذ المدينه ذي، المدينه ذيك بقعد انا اعالج فيها. طيب دورثو انقز لي بالله من فوق الجبال، فيك تنقز، تعال هنا. حلو بعدها تنزل هنا وتبدا تجند. انت يا حلوه حرك الجبال يمكن اسرع لك. طيب لا السبيد هذه اسرع، فانطلقي من هنا. طيب كارل فرانز المساعدة قادمة، المساعدة قادمة، نبي ندخل نمسك الجيش ذا. طيب معركة بتكون صعبة جدا 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 صعبة. خلونا نوقف ونخزن، تصير الحلقة الجاية المعركة اللي نلعب هذه. التكتيك اللي في بالي، انا اللي هاجم فانا راح اكون الجيش الاساسي،
كارل فرانز راح يكون دعم، راح يوصل لي كارل فرانز بعد كم، مو حاط لي وقت، ولا راح نبدا انا وياه سوا. اذا نبدا انا وياه سوا مره ممتاز، اذا نبدا انا وياه سوا عادي نهجم، وبخليه هو في الوجه وانا جيشي اغلب رماه، ف بارشقهم باسهم ما هي بصاحيه. هذه الفكره. اوكي شباب، يعطيكم العافيه على المتابعه، اتمنى المقطع هذا دقيقه اي اتمنى المقطع هذا عجبكم، لا تنسوا دعم القناه ودعم السلسله. كان معاكم اخوكم محمد تو جيمر وحمد القحطاني من قناه اريبيان ليجن، واراكم في الحلقه القادمه. السلام عليكم.